يا جماعه عندي كده اللي هو الارتري اللي هو التورشويز ده كده، ده اللي هو الفيشال ارتري، ده الفيشال ارتري تمام. لو تحتيه يسمى ديبلر جلاند. حلو. طيب عندي بتاع الكبير ده، ده انتيريو جوجلر فين، ده انتيريو جوجلر فين يا جماعه، احنا متاكدين ده انتيريو جوجلر فين تمام، اي كان هو كبير وشكله غريب كده تمام. طيب الناحيه الثانيه عندي نرجعهم ده كده، ده طبعا هي اس انكلودوماستويد. حلو، نشيلها نشع بيها. اوكي، عندي اول حاجه هنا كده، شيل شيل ده يا جماعه كومن كاروتيد، هو ده كومن كاروتيد، طلع منه برانشين، واحد لاترال واحد ميديال تمام، واحد لاترال واحد ميديال. اللاترال ده انترنال كاروتيد، والميديال لو بص ثواني عشان اشيل ده كمان، ماشي ده كده كومن كاروتيد اهو، وده كده لاترال ده الانترنال كاروتيد، والميديال ده اللي هو الاكسترنال كاروتيد تمام. طيب عندي شويه نيرفات بقى، ثواني ماشي ماشي، ده كده يا جماعه هو الفيجاس، ده كده هو اللاترال، ده كده ده الفيجاس. حلو، وعندي ده كده يا جماعه اللي هي سمبثيتك تشين، وفي عندي انتفاخ فوق كده يعني، ده تقريبا هو الجانجليون، يعني ده الجانجليون يبقى ده الفيجاس، ده سمبثيتك تشين، واللي فوق ده جانجليون. حلو، عندي بعد كده شويه عضلات. بصوا يا جماعه عندي هنا كده عموما كان في هنا دايجاستريك، معلش لاقيها ماشي، لو ده كده ده جماعه البوستيرو بيلي بتاع دايجاستريك، بتاع في اللون الابيض ده، ده كده البوستيرو بيلي وبيكمل لحد هنا تمام. طب العضله دي طبعا هي المايلوهايويد تمام، ودي كده اللي هي البلاتيسما.